السؤال لما يكون عندك أو عندك مخاوف أو زعل تهربي منهم أو تهرب منهم، بتروحوا فين والمين؟ وده سؤال مهم جدا، لأن احنا دايما بنبقى محاطين أحيانا بحاجات، مش عايزة أقولك إنها مخاوف، ولكن قلق. الدنيا قلق عموما، في ستريس ستريس في وضغط ستريس كتير طبعا واحداث حوالين العالم، والدنيا مش مستقره. صحيح. وخصوصا بقى لما تبقى الدنيا مش مستقره يا شريف، اي حاجه تحصل جديده في حياتك بتقلقك. طبعا حد يظهر جديد في حياتك، حاجه تتعرض لها في الشغل مش عامل حسابها، صحيح شغل جديد دخله وانت يعني مش متعود على الناس اللي فيه، بيبقى عندك مخاوف. زائد ان بيبقى مثلا في التزامات، يحصل لك مفاجأة كده انك انت مش قادر تلبي الالتزامات اللي عليك، فيو بانيك، طبعا يا نهار ابيض ده انا هيحصل لي ايه، ده انا عليا كذا وورايا كذا وهعمل كذا. فمين او فين الملاذ الامن اللي احنا بنروح ونستخبى فيه؟ انت بالنسبة لك مين؟ انا عندي كذا حاجه الحقيقه. اولا انا دايما مؤمن انه البني ادم لازم يكون عنده بيس، عنده قاعده. القاعده دي لازم تكون مكونه من كذا حاجه. طبعا هو بيتعامل مع نفسه ازاي، سواء روحانيا سواء جسديا سواء نفسيا سواء حتى اجتماعيا، وكل دي العناصر اللي بتخلي يبقى عندك استقرار او ستابيليتي مهما كان. زي ما انت قلت ساعات كتيره جدا، حتى لو زي ما انت قلتي ممكن يبقى شغل جديد، يبقى شخص جديد، ودي حاجات حلوه على فكره. صح طبعا، يعني بس تبقى الستريس قلقان برضو. طبعا طبعا من المجهول، من الجديد، من ان انت الانسان عدو ما يجهل، صح اي حاجه تجهلوها صحيح. هتبصوا تلاقوا جواكوا توتر منها. فلازم يبقى دايما بتلف تلف تلف، بس عندك حته بقى، والحته دي مش تستقر. شرط تكون مكان زي ما قلتي، كنت بتقولي من شويه ممكن يكون شخص، ممكن يكون نوع من انواع البراكتسز او الحاجات اللي انت بتعملها اللي برافو بتخليك عليك والله، صح. هادي. في ناس بالنسبه لها انها تنزل تتمشى، كانت لسه حتى كان امبارح كنا بنتكلم مع سماح اللايف كوتش، بيقول لك حد بالنسبه له ينزل يتمشى ويسمع بودكاست. ميوزك ويسمع انا ساعات بودكاست. كده مثلا هتستغربي، يعني بسمع شيخ الشعراوي، بتمشى في الشارع واسمع شيخ الشعراوي في وداني. مش عايز اقول لك حاجه غريبه صح، بس دي حاجه بسمع، حاجه ما بسمعش حاجه خالص، اقعد ابص على الشجره مديتيشن ده، الون تايم. ما هو ده مديتيشن احنا برضه. للاسف يدينا، لان احنا مجتمع بطبيعته عشري وحبوب وكده، ومتعودين على الدوشه للاسف، ودي حاجه مش صح على فكره، بس اتعودنا على كده. اكتشفت انه في ناس كتيره جدا ما بتخاف وما بتعرفش تقعد لوحدها صح. خالص، وانه يقعد لوحده ده يقول لك انا كده رعب الون، رعب. رعب. انا استمتع بقى لوحدي، دي استمتع متعة الدنيا. انا بالنسبة لي الملاذ الامن فاميلي طبعا صراحة، مليون في هوم المية اند فاميلي، طبعا جوزي وولادي وابويا واختي. طبعا اختي از ماي بيست فريند، طبعا فهي ملاذي مليون في كمان المية الامن جدا. صحيح والسيركل التانية ماي بيست فريندز، مليون في المية الستات صحابي كده، احنا دايرة 5 ستات كده، منهم برضو اختي. دول ملاقي اجتماع قمة منبثق، واخدة يلا واخدة بسرعة. اختك معاكي برضو في في الجروب صح؟ برضو بالظبط. you're mixing family and friends. طبعا طبعا، لان هبص يعني لو قلت لك هبص الاقي الفريندز القوي دول مش اقل من 30 سنه معرفه، فيعني هم فاميلي طبعا افتر اول. طبعا ابص اقول ايه، اجتماع قمه منبثق يا جماعه، انا خلاص في منبثق عصافير من ايه؟ منبثق مني، عارف اللي هو ايه، عايزه اطلع افكاري ليهم، عايزه كل واحده بقى تقول، وكل واحده شخصيه مختلفه، فكل واحده تقول لي. وفي البيت برضو نفس كلمه في كل الحكايه، حاجه كل حاجه بيرسونال بيرسونال، شخصية يعني. شخصية يعني. حلو فده بيساعد. بيساعد وطبعا بابايا، الأول كانت مامتي الله يرحمها، الله يرحمها وبابايا دلوقتي بقى بابايا، وجوزي يقول لي دايما النصيحة اللي بتجيب من الآخر. بس عايز أقولك حاجة، ده برضو في الأول وفي الآخر ليه علاقة بأن أنت بتتعاملي مع ناس، بس مش ساعات بتحسي أنك ده هايل كويس، بس مش ساعات بتحسي أن أنت عايزة تقعدي مع نفسك يعني ما هو ده بيجي سكند ستيج بعد نفسي. بس ثانية واحدة، بس ثانية كده. بتعرفي تعملي ده؟ بعرف بتحبي اعمل ده، تعملي ده؟ بحبه جدا. سمعتي كم مرة من حد ان هو يقولك ما اعرفش اعمل ده؟ كتير كتير. دي آفة مجتمعنا دلوقتي، لان هو لما ما فيش خايف خالص من لما نفسه. هيقعد هيقوم عامل كده، فبرضه بيسمع حاجات وبيشوف حاجات. لا يا ابني انت اقعد اقعد شيل كل اقعد المؤثرات. فكر يعني، ما علينا. فخلينا نشوف طب الناس قالت ايه. اكيد الناس في الشارع برضو هتدينا افكار ازاي بتتعامل مع حاجه قلقانه منها. فين ملاذهم الامن؟ تعالوا نشوف كده الناس في الشارع ونرجع تاني.
ازاي بتتغلبي على حزنك او مخاوفك؟ في ناس بتلجأ للنوم، سفر، جيم، انتي طريقتك ايه في التغلب على ده؟ انا بخرج، كلم حد من اهلي، حد كان حد من اصحابي. بعض الاوقات ممكن النوم بيبقى الحل، بعض الاوقات لا، بتبتدي تلعبي رياضه، تخرجي. بخرج بره الشقه، اشم هوا، اقعد مع واحد صاحبي، اضحك شويه، اطلع من الموقف اللي انا فيه. انا لما ببقى متضايق عموما بنزل اتمرن. لما بتضايق بحب اكل، هو ده اللي انا بطلع همي في الاكل، مش عارف انا كده على طول. يعني ساعات بسمع اغاني، الاغاني اكتر حاجه بتطلعني بره المود. عشان اخرج من المود واتوتر بحاول ان انا اشتت نفسي باي حاجه، مثلا اشغل نفسي بقرايه. اول حاجه بعملها بروح لماما، بتقولي لا اهدي كده وما تتوتريش وكل حاجه هتبقى كويسه. باكل اكله حلوه. او انا يا بنزل الجيم يا بنزل اخرج لوحدي، بعمل حاجه من الاثنين بس مش بعمل اكتر من كده. بنزل اتمشى لوحدي، الهاند فري فون كده، اغانيه الحلوه، عبد الحليم، ساعه وارجع بنسى كل حاجه وحل المشكله بتتحل سبحان الله. لا بحب اقعد مع نفسي لغايه ما ابقى كويس. بشرب قهوه خمسه كده مع نفسي، اقول لهم نص ساعه هدوء. زي ما شفنا كده الناس عندها، اولا هنشوف التعليقات عندنا لكن خلينا نشوف من او تعليقاتنا على البوبس. في بس حاجتين والنبي يا جماعه، والنبي عشان خاطري. طبعا لذيذ قوي ان الواحد يبقى بيحب ان هو يهرب لمثلا الاكل، تمام. انا بعمل كده على فكره، بس مثلا ان انا اروح اكل حاجه بحبها او اخد حد بحبه ونروح ناكل حاجه بنحبها، ناكل حاجه بنحبها. بس المشكله لما الموضوع يتحول سوشي. الى سوشي. انا ده بلاجر، انا برضو ده مهرب بالنسبه لي حلو. ولكن يا دينا انا اللي بخاف منه فكره، وفي حاجه بيسموها الايموشنال ايتنج او الاكل اللي بعد كده بس. هي دي يعني في ناس للاسف لما بتكتئب او بتبقى عندها انكزايتي يعني قلق او توتر او كده بيلجأوا للاكل المفرط علشان ينسوا، وللاسف ده بيؤدي الى مشاكل صحيه. والنبي يا جماعه يعني افرقوا، بس اعملوا خط رفيع ما بين ان انا بروح للاكل علشان خاطر اروح اكل حاجه بحبها فات ويل ميك مي هابي او هتساعدني، او ان انا بروح للاكل علشان اطلع غلي زي ما بيقولوا. ده بيحصل كتير جدا خصوصا مع البنات كمان، لما يبقوا عندهم مشكله عاطفيه ولا بتاع تقول لك انا طلعت غلي اللي في الاكل. تصحى الصبح تلاقي نفسها طلعت غلاها في الميزان بقى في 5 كيلو زياده. يا رب. ودي تتحول بعد كده لمشكله صحيه، فخلوا بالكم. تحب اشاركك شويه الناس بعتها على الفيسبوك عندنا. انا وهي مينا بيقول مع ربنا الاول وبعد كده اقعد اسمع فيلم بحبه ابيض واسود، وعلى حسب المشكله ومع مين بتفرق، بس طبعا. في العموم بعمل كده. وبيقول لنا ان هو بيحبنا كمان يا شيخ. ده احنا بنحبك جدا والله العظيم. ده شرف لينا انك تحبنا يا مينا. بصي طبعا كده كده زي ما قلت، عشان لما قلت في بدايه الكلام قلت الروحانيات ده جزء مهم. انا بحب اعمل استخاره. حلو. الناس ساعات تصلي استخاره عشان يعني ربنا سبحانه وتعالى يختار لها ما بين حاجه وحاجه. انا بعمل استخاره علشان افوض امري الى الله. صح. عارف ازاي؟ يعني اللي هو ايه، لو انا محتاره ما بزنقش نفسي ما بين حاجتين يا ابيض يا اسود، عارفه، بعمل استخاره واسيبها كده. اللي هيحصل بعد كده اي ويل اكسبت، هتقبله من ربنا سبحانه وتعالى ايا إن كان. انت عارفه جم حللوا الصلوات المختلفه في الاديان المختلفه على فكره، وكل براكتس او كل يعني مثلا في الدين الاسلامي الركوع والسجود البراكتس يعني الجسدي. ولما مثلا تقولي الله، لما بتقولي الله اكبر في المديتيشن اللي هو بقى طالع من بثق زي ما انت قلتي من علوم تانية خالص او من معتقدات تانية خالص، منها البوذيه ومنها الهندي ومنها المش عارف ايه، بيتكلموا على ايه؟ انك تقول مش عارف ايه فخلط بالظبط. دي ليها ذبذبات وليها باور، ليها طاقه جامده. لما بتقولي الله اكبر انت بتطلعي ده الله. مثلا برضه في الديانات الاخرى الوقت، يعني مثلا لما مينا كان بيقول لك انا مثلا بقعد مع ربنا الاول وصلي، السكون ولحظه الهدوء دي سواء بيعملها في البيت او بيعملها في الكنيسه او وات ايفر، كلها مهمه جدا. لانه حقيقي حقيقي انت مش بتعمل ده اوتوماتيك، علشان كده دايما يقول لك وانت بتعمل اي حاجه ليها علاقه بالعباده لازم تكون مركز تماما و ساكن كده. مش بتعملها اجري اجري اوتوماتيك، لا، لانه هو ده
جزء كبير جدا منها هو الهدوء. بص بقى يا سيدي، حبيبه حسن بتقول النوم والصلاه. اولا سمعنا حكايه النوم برضو، وانا قلت لك النوم بينفع. بص يا جماعه، عندي نظريه ان الانسان لما ينام ويصحى وجهه نظره في الحياه بتختلف، والله العظيم. يعني بيفكر افكار تانية. تنام ايه مش عارف، سبات نار تصبح رمضان، حاجه كده يعني. بس انا بالنسبه لي كمان لما ببقى متضايقه ممكن اخد لي ناب كده ساعه، انام ساعه كده، بحس ان هي دي الفتره اللي مع نفسي. بس في ناس بتهرب للنوم. تقول لك ايه؟ النوم والصلاه واني انزل اتمشى في الشارع لوحدي زي ما انت بتقول، واسمع اغاني وارجع البيت اخد دش واكمل نوم. الله، طح. يعني كده النوم كتير. بس في ناس بالنسبه لها برضو النوم هرب. اهي ياسمين فرح بتقول بقعد لوحدي علشان اعرف افضفض مع ربنا في روقان ومن غير ما حد يقاطعني. حلو قوي برضو. كويس ان هما كمان زي ما قلت لك ان بقى في وعي لفكره انه جماعه محتاجين تقعدوا لوحدكم. وعلى فكره لما تلاقوا حد قاعد، يعني كتير جدا على فكره، وشفتها في بيوت كتيره قوي قوي قوي، خصوصا مع مثلا الاهالي واولادهم، لما يلاقيهم قاعدين لوحدهم كتير يخافوا. انت كويسه؟ انت قاعده لوحدك ليه؟ لوحدك ليه؟ ما تسيبني يا عم قاعد لوحدك، مش مشكله خالص. لا عادة. بس في قاعده بس مش كتير. لوحدك اكتر من اللازم. مش كتير يعني. صح. علاء، لا استني، انا قلت ياسمين. في حد تاني كاتب النوم. النوم على فكره واخد سكور برضو في الفوت جامد. يا دينا البالانس برضو ايه؟ انه هي ما يبقاش هرب. يعني انا بخاف ان ما هو هرب، بس برضو بيغير وجهه النظر. نام لك ساعه على اي موضوع. لا ساعه بس، في ناس بتنام اليومين. لا مش قوي كده يا جماعه. لا في ناس تلاقيهم ما خلاص. علاء يعني بيقول افوض امري الى الله. حلو جدا. انت عامل زي فاطمه بتقول اعتزل ما يؤذيك، يعني نبعد عن اي حاجه يعني. بس مش دايما يا فاطمه بنقدر نبعد عن اي حاجه، وخصوصا لما بتبقى حاجه مهمه في حياتنا، عندنا مشكله ما نهربش منها، لا نواجهها. صح. ولكن بالراحه. وفاء بقى بتقول ممكن الف في الشقه اتكلم مع نفسي بصوت عالي، وغالبا ده يكون في المطبخ. ولو حد قال لي انت بتكلمي نفسك بيتم الرد فعلا. يعني بتروح رد وقايله ايوه انا بكلم نفسي. بتكلمي نفسك؟ انا كمان، وبلاقيها هيلثي جدا على فكره. طبعا. ومش مجنونه ولا حاجه. لا نهائي. وبقعد اقول اثبتي يا دينا، اصبري يا دينا. لا انا العكس، انا بهزق نفسي طول الوقت. هتعدي. لا انا بهزق نفسي. خليكي صنداده كده. طول الوقت بصدق بهزق نفسي طول الوقت. ايه الهباب اللي انت عملته ده؟ ايه القرف ده؟ حد يعمل كده؟ ايه التخن ده؟ ايه اللي بتقتله كده؟ سميه بقى بتقول في الاول بنام وبحاول انعزل، وبعد كده بواجه نفسي باللي حصل عشان احاول اعديه وبقرب من ربنا. الا بذكر الله تطمئن القلوب. روحانيات مهمه جدا. لا اصل دي يا جماعه ايه دي؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب، هي فيها السر، فاعملها وجرب سرها. صحيح. طيب زوزو بتقول باللجوء لله والاستغفار بالله ساعتها بس هتحسوا بالفرق. برافو عليك يا زوزو. برافو. هويدا كمان بتقول بذكر الله. وإيمان أكرم بتقول بالنوم. واضح إن النوم برضو يعني عامل شغل. سكور. عامل معانا سكور. عامل شغل. حلو. جد. حلو. طبعا على فكرة وإحنا بنبص كده، أنتوا عارفين إن النهاردة هتكون يعني النهاردة معانا سونيا الحبال، فأنتوا بتبعتوا رسائل كتير لسونيا، موجودة في الحفظ والسون. وبرومس يعني نوعدكم، هي الرسائل موجوده وهنرد عليها اكيد على طول.